السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع قوي جدا، بيقدر يعمل اناليسيز وبيقدر يعمل سيكشن بيلدر وبيقدر يتعامل مع البيم، كل الكلام دوت اونلاين من غير ما تسطب حاجة عندك على الجهاز. دي اخر مشاريع كنت شغال فيها. تقدر تقول مثلا عايز اتعامل مع الاستراكشر 3D، فيبدأ يفتح لك الصفحة بتاعته، وبيقدر ياخد برضو لو انت عندك حاجة موجودة، ملف دي اكس اف او دي دبليو جي او ملف اكسل سي اس في او ستات او سبيس جي اس اس او جيسون، كل الملفات دي تقدر ترفعها وتلاقيها عندك على السري دي، وبعد كده تقدر تكمل شغل عليها او تفتح مشروع موجود او ان انت تبدأ من اكزامبل موجود مثلا بالشكل دوت. تقدر تعمل النود، تقدر تضيف الممبرز، البلات، الماتيريال، تقدر تاخد سيكشن، يبدأ تحدد هنا الماتيريال اي دي اللي انت عايزها. هنا بيقول لي ان انا خلصت المسموح المجاني، لازم ادفع فلوس عشان اكمل. تمام، طيب خلينا نشوف الابجريد ناو بكام. في فري هوت العدد 1 يوزر كلاود فايل ستورج، البيزك $69 في الشهر لليوزر. طيب ممكن بقى هنا مثلا انت عايز تعمل ستراكشر 3D، ممكن عايز تعمل بيم، ممكن تعمل سكشن بيلدر. ممكن مثلا عايز تضيف بوينت لود، فبيبدأ يحدد لك الاي دي بتاعتها وكل التفاصيل بتاعتها عشان تقدر ان انت تضيفها. ومن هنا تقدر تخفي وتظهر العناصر اللي انت عايزها. ممكن مثلا عايز تشوف من الفرونت، من التوب، من السلايد، ايزومتريك، تقدر تلف الشكل زي ما انت عايز. ممكن تاخد سكرين شوت، ممكن تعمل ريندر 3D ريندر بالشكل دوت. عندنا هنا تولز عشان لو عايز تعمل رابر موديل او عايز تقيس، بيقول لي اعمل سيلكت الاول. وبعد كده ممكن نقول له عايزين نقيس، فهو يبدأ يجيب لك المسافة قد ايه في التوتال وفي الاكس وفي الواي وفي الزد، كل التفاصيل بيجيبها لك، اي عنصر بتعمل له سيلكت. طيب ممكن نقول له انا عايز اعمل اوتبوت 3D ريندر او سوليوشن انفورميشن، عايز تاخد صورة او معلومات او تصدر ملف سي اس في او دروينج. فاكسبورت دروينج بيسألك بقى انت عايز تصدر على اني كود. الرينفورسمنت، الاستريبر، السيتنج، الكونكريت، ستيل، وبعد كده يصدروا لك ملف دي اكس اف على الاعدادات اللي انت طلبته منه. طبعا انت بتمر بثلاث خطوات، اول حاجة انت عملت الموديل، وبعد كده سولف، وبعد كده الديزاين. الموقع ده برضو فيه ميزة جميلة، ان هو بيوفر ادنس تعمل انتجريشن، يعني تتبادل معلومات مع برامج كتيرة جدا، زي مثلا عندنا برنامج الريفت، زي سوليد وورك، زي ال CS3D وبيلف وماتيريال لو انت عايز حصر العصر اللي عندك، الجراس هوبر والراينو. تمام، فهو بيتكامل مع تولز كتيرة جدا ممكن انت تعمل لهم بس تفعيل او تسطبهم. في حاجات برضو خاصة بالاجتماعات زي الميت، زي السلاك انتجريشن، فدي كلها بتسهل عليك تبادل المعلومات. دي الحاجات الخاصة بالاناليسز. لو انت عايز تعمل اناليسز ممكن تعمل شو اول سوفت وير، عندك حاجات خاصة بالديزاين سوفت وير، ودي الابس اللي هو شغال بيها، حتى في ان انت تعمل اي بي اي وتربطه باي برنامج عندك. البرنامج ده لقيته مشهور وموجود كتير في الدول الاوروبية،
لكن ما لقيتش ذكر عنه في الدول العربية، فقلت نعمل فيديو كده نعرف الناس بيه.